سيجان الشاب اللي لابس برنيطة وشعر أشهر بدي يشوفك. عماد عماد لك يا خي ايه صدق عماد الحمد لله على السلامة. وين هالغيبة؟ عند ولاد الحلال كتب لي عمر جديد لحتى اخذ بطالة وطالك. صرت تعرف مين؟ بعد انت عرفت شي؟ عندي شك بس مني اكيد. بمين بتشك؟ بمين يا جد؟ شي ما بيتسبق. مين؟ مرتي. ايه بس غريمي وغريمك رجال منو ست إلا إذا كانت مرتك شريكته بالمصايب كلها. عندها صديق بتقول إنه صديق العائلة اسمه كريم خايف منه. قريبا جدا رح أجيب لك شكله واسمه وعنوانه. يا ريت يا عماد يا ريت. يوم اللي بنعرفه لازم تساعدني حتى نرميه بالحبس. حبس بالحبس ان شاء الله ما تكون مرت شريكته. اذا في حدا ناوي يقتلك او بتحفر قبرك من هلا او بتحطه بالحبس بتحبها؟ بحبها خايف منها. اذا كمان هي بتحبك مش ممكن تأذيك. أنا خبيت عن كارين إني عايش حتى ما عادت حياتها للخطر. ضروري نعرف مين عم بيهدد حياتي وحياتك. بالدنيا ما في مستحيل. يعني في أمل؟ هيدا وعد مني يا جد. صرت شايفتك كثير بهالارض، شو بتجي تعمل هون؟ أنا كمان صرت شايفك كثير يا لميا. أنت شو عم تعملي هون؟ قاعدة عم بتسلى، بشوف مين جاي لعند تانية ومين رايح من عندها. بيتك مش أريح لك من هالقعدة؟ أنا بعرف شو اللي بيريحني. قولي لي أنت، هيدا اللي معك إلك ولا لأختك؟ شو قصدك؟ يعني عشيقك أو عشيق تانية؟ عيب يا لميا، إحنا بنحب بعض. وأنا جاي بزيارة لهالبيت. إيه معك حق متوخزني. لأنه لو كنت جاي لعند تانية أكيد ما بتفوت من الباب. من وين بدي فوت؟ إيه قرب لقلك من وين؟ قرب برجع. بتفوت لهونيك وبترجع هيك وبتوقف بتطلع شبابيك لفوق وبتصير ناطر 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 ناطر. إيه وبعدين؟ إذا الشبابيك مسكرين بتروح وإذا مفتوحين بتعربش وبتفوت. في حدا بيعمل هيك يا لميا؟ إيه في حدا. من يومين كان في عشيق رايح جاي رايح جاي. مين؟ جاد؟ لا جاد زوجة بيفوت من الباب. إذا سهران والباب مسكر بيفوت من الشباك. ولا مرة شفته بالليل. عمره طويل. أنا حبيته لهالشب. إن شاء الله ما تعمل معه مثل ما عملت مع المرحوم. غدارة ما إلها أمان. حرمتني منه. كان يحبني ويحترمني ويحن علي. كان يجيب لي موني ويجي لعندي يسليني ويحكي معي. الله يقصف عمره إن شاء الله. ليك نخلك ليش لأوينهم بيروحوا والأشرار بيبقوا في قتلة؟ معنا ست مش طبيعية وغريبة بس بيتهيأ لي أوقات إنها بتقول إشي صح. وين الصح إذا عقلها ناقص ومنها طبيعية؟
أول مرة بشوف المدام عم تحرق صور. يا ريت شفتي صور مين؟ ما شفت بس سمعت. شو سمعتي؟ صور فيهم غدر وخيانة بحق المدام. سيد جاد؟ ومين في غيره؟ أجيا صورته والمدام شافت وسكتت وخزقتهم بكل قلب بارد. ليش وقفت؟ كفي شغلة. بالزمان كنا نفهم المدام، اليوم كأننا ست تاني ما عدنا نعرفها. واضح إنه جاد عم يلعب معك على الحبلين، مخلص وأمين، وبالحقيقة هو فاجر وعاهر. شفت الصور بعينك، ما كان لازم تخزقيهم ولا تحرقيهم. الصور بالنسبة إلك هن إثبات للخيانة الزوجية. تاني مرة ما تعذبوا حالكم، ماني بحاجة لأي معلومات عن جاد. إذا منك بحاجة لأي معلومات عن جاد يعني أنت بتعرفي كل شيء وراضية. راضية يسرق مالك ويهينك ويزلك بالخيانة. خلينا نغير الموضوع. قلي وسام. نعم. أنت فعلا ناوي تتجوز أجيا؟ هيدا حلم بالنسبة إلي. أيوة شو ناطرين؟ بصراحة؟ بكل صراحة. أنا مستعجل. بس أجيا بلا مشغول عليكي من جاد ومن من شو؟ من تهمة قتل جوزك. عجله بالجواز، هيدا شيء بفرحني وبيسعدني. مزبوط إنه علاقتي فيكي كانت دايما متوترة، بس بالنهاية أنت أختي والدم ما بيصير مي. كيف بدي أعمل عرسي وأنت عايشي برزالة زوجك وخوفك من التحقيق؟ التحقيق ماني خايفة منه، ورزالة جوزي نسي اعتبريها ما صارت. إمتى العرس؟ بدك ما توخزيني مدام، أنت أول ست ما بيعنيها خيانة جوزها. سألت إمتى العرس؟ مستعجلة أكتر مني. يمكن. قولي لي أجيا، بعدك بتحب اللبس والجخ والتياب الحلوة؟ كل بنت بتحب. وبعدك بتحب قلة المروة وبتكره الشغل؟ خلي الجواب علي أنا. أجيا بعد موت أمها وبيها كان بدها صدر واسع وحنون. أنت كنتي قاسية عليها. قاسية عليها لأني كنت خايفة عليها. كان لازم تفهميني أكتر ما فهمتيني. القساوي بتولد قساوي. أجيا كان بدها منك شوية عاطفة وشوية حنان. لهالسبب فقدت ثقتها فيكي وبكل الناس. إذا أختي قاسية علي يعني الناس قاسى. هذا اللي خلاني أترك الشغل وأحقد على الكل وعيش على حساب الكل. بعتذر منك، فكرت حالي عم ربي حتى أمن مستقبلك. أختك اليوم غير أختك امبارح. الفضل إلك، خلتني أشوف الدنيا بعيون أحلى وأجمل. بالنسبة للشغل بعدنا عند رأيي. معي أنا ما في ضرورة تشتغل. الشغل بجوهر الست، بيحميها وبزد لها ثقتها بنفسها. أنا عندي من يحميني. على كل حال أنا ما بقبل تشتغل عند حدا. بس رح تشتغل بملكها. إلا عندي هدية جوازها 500,000 دولار، وبكره رح افتح لها بوتيك محل ألبسة نسائية. محل ألبسة؟ وافقت. مبروك. وأيمتى الزواج؟ أيمتى يا وسام؟ سبق وقلت إني مستعجل، يبقى الجواب عندك. مرسي. مبروك أختي، مبروك. يعطيك العافية. أنا ما أقدر جهدك، حامل هم سلسلة مطاعم بدون تعب وبدون ملل. أنت إنسان شريف وعصامي، همك النجاح. النجاح دون الطمع بثروة الثانية. تركت الطمع بثروة الثانية لغيري. إذا أنا المقصود بهذا الكلام ما عندي طمع إلا بصداقتك. آخر همي. آخر همك بالوقت الحاضر، لكن قريبا رح نكون سوا، روح وحده وقلب واحد. جاي تفرض صداقتك علي؟ لا، جاي اقول لك اني معجب فيك وبنشاطك وذكائك. والمطلوب؟ ما عندي اي طلب الا اني اشوفك دائما وافتخر فيك. من كم يوم بس التقينا سوا. لا أنا بعرفك منيح ولا أنت بتعرفني منيح.
ليه كل هالكلام الحلو؟ لأنك عزيز علي. نعيم صادر كان عزيز عليك وانقتل. أنت أعز وأقرب لقلبي من أي إنسان. ماني مرتاح لهالكلام أبدا، بيشبه كلام تانية. طبيعي، هي بتحبك وأنا بحبك. الله يستر. كأنك خايف مني ومنها. ما بعرف مين منكم بخوف أكتر. لا تانية ولا أنا، اتنين دا خايفين. من شو؟ هي ناوية تخبرك، تبقى اسألها. شوف وجهك بخير. اليوم رح أعرف عند مين عم تشتغل كريم. أخيراً رح تعرف عدوك. زمانه أنا ناطر اللحظة. كتب لي عمر جديد حتى انتقم منه واخلص من شره. المهم تدرس كل خطوة بتعملها بدون ما تعرض حالك للخطر. طمن، ناوي عيش لشوفه بين ايدين الشرطة، مسحوب مثل الكلب. فوت فوت يا اخي، هالبدلة ضيقت لي خلقي. هي هالراس انخنقني وقطعنا فصل. طول مستعد اخبرك بدون ما تعمل لي خواجة. يا حي ما في غيرك حدا بيقدر يساعدني. سلم على اصحابك. مرحبا. اهلا. انا رجل اعمال نشاله كثير علي، ما عجبتنا الفكره ابدا. بدون حسد، مظهرك بيقول انك رجل اعمال انيق ومرتب وناجح. يا اخي خذ تيابك ورجع لي تيابي، انا بطلت. ليه؟ هيدي بدله اوروبيه. هديه مني لك، سرقتها من افخم واهم محل بالبلد. حس حالي مربط فيها. لك يا اخي كمل معروفك معي وبيعها واتنعم بحقها. يا جماعه انا رجل اعمال. مش اي اعمال، انت رح تقابل هالانسان وتشوفه وتحفظ وجهه وتراقبه والباقي علينا. باي صفه بدي اشوفه؟ بصفتك اهم رجل اعمال بالعالم. رجعنا للهم؟ لا، انا ساعدتك بزمان كتير. لك شي مرة ساعدني. خي جميلك عراسي، بس خلصت من هالبدلة. لك هالبدلة عدت شغل يا عبا. شغل شو؟ بالتهريب. انت اهم رجل اعمال بالتهريب. تهريب شو؟ نقي التهريب اللي بتعجبك، كوكايين، هيروين، حشيش او اي نوع من انواع المخدرات. انا ما بتاجر بالممنوعات. ما رح تتاجر ولا يكون في شي منه. انت رح تعرض وتوعد وما بتوفي. شو اسمك؟ كمان نسيت اسمي؟ سعدون. اسمك المهني، اسمك كرجل اعمال. مازن خليل. ماشي معي. شو رايك؟ يمشي حلو هالسعدون؟ المهم يشوف وجهه. خاطرك. موفق. بس توصل الحق شوف وين بتشتغل وعمولي اللي اتفقنا عليه. عيد ورايي. شو اسمك؟ اوه يا اخي خلص، مازن خليل. من هلا لحد ما اشلح المشعل برقبتي. يلا تحرك. الله. شو عولك؟ بيستقبلو؟ رجل اعماله جاي اول مره لعنده، لازم يشوف شو بده. سلامتك. ما بده يتعامل معي، قال هو نظيف وشريف ما بتعاطى التهريب. قلت لي انك رجل اعمال. اي نعم، لهي اجيت على العنوان بالغلط. بخاطرك.
شفته؟ رمني برا ابن الكلب. لك شفته او ما شفته؟ شفته. تأملت فيه منيح؟ حفظت وجهه؟ طبعت صورته طبع، صار لازم اشلح البدلة. اوعى تنسى هيئته. ولا بعد 100 سنة، كله على بعضه صار هون بهالراس. بدي منك تراقبه كل يوم بيومه. لما يصير فينا نحن نشوفه، تعطينا خبر. يا أخي أنا مستعد انشله كمان، بس خلصوني هالبدلة وهالجرافات، تفضلوا تعطيكم تفاصيل وجهه. تفضلوا. تأخرت كتير الليلة. وليه بعدك واهية؟ أنا عطول واهية، نومي كتير خفيف. وين كنت قلي؟ بالشغل. حتى لو كنت بالشغل المدام ما راح تصدقك. بس أنا صادق. إيه، والمرحوم كان صادق وما كانت تصدقه. كان يطلع هو يصرخ وهي تصرخ، وأنا أسمع وأزعل وأنقهر وأبكي. وتبكي؟ كل وحدة بتبكي على حبيبة، وخصوصاً إذا كان مظلوم وعم يتعذب. ما بيسوى تبقى لوحدك بالليل، روحي نامي. باقية وناطرة. ناطرة مين؟ عشاق مرتك. في واحد منهم بيتأخر كتير ليجي. وصل، قوم افتح الباب. وصل جاد؟ نعم مدام. عندي ساعة. ساعة 2. سكروا كل شيء وروحوا نام. كله تسكر مدام. تصبحوا على خير. سوار. سوار. روحي نامي نبيلة. يعطيك العافية. صديقي الكريم قال عندك شيء بدك تخبريني اياه. ايه. تفضلي احكي. بعدني ناطر. تانيا خليني اشوف وجهك قبل ما احكي. بدي وعد منك. وعد بشو؟ وعد انك تسمعني باعصاب بارده وهدوء وبدون عصبيه. حاضر. لازم تكون حكيم. حكيم وصبور، وما تزعل وما تتهور وما تستعجل الأمور. تانيا أنا جوزك، ما تحكي معي كأني إنسان غريب. خايف اللي بدي أقوله يكون تقيل عليك يا جاد. خفيف تقيل، حكي تانيا حكي. ما رح أحكي شيء قبل ما توعدني. أنا إنسان عاقل ورايق، ما بدك كل هالتوصيات. إذا عاقل ورايق ليه عم تصرخ؟ لأنه عم توصيني مثل ما بوصي ولد صغير. ما تفهمني غلط، أنا عم حاول حضرك نفسيا للكلام اللي بدك تسمعه. كأنه اللي بدك تقوليه رح يعمل زلزال ويهد البيت على راسنا. خايف يهدك وضيع لك تفكيرك. عمره ما حدا بيحكي، ما بدي اسمع منك شيء. ما تقسى علي جاد. خلص تانيا بكفي. اصلا اللي بدك تقوليه يمكن انا بعرفه. ما بتعرف شيء. تفضلي قولي حتى اعرف. انت بهالحاله وفاقد اعصابك؟ ماني مستعد خبرك شيء. سكتوا مثل أيام المرحوم، يتخانقوا ويسكتوا ويناموا. يا ساتر يا رب.
شو حيصير؟ طيب طيب اسمعنا هيك عم بتدق، خد نفس شوي، ما في حدا اطرش بهالبيت. هالزلمة كثير كثير متعب، مثل البرغوت، ساعة بيختفي ساعة بيظهر. عم اضيع منك؟ ما بضيع الا ما يطلع بسيارته او بسيارة حدا تاني. مش لازم اضيع منك. وين شطارتك؟ وين ذكائك؟ قصة ما بدها لا شطارة ولا ذكاء. بدنا السيارة حتى نلحقه. سرق موتوسيكل لحقه، ما فيش أكتر منه بطرقات. ما في داعي يراقبه كل النهار. أنا بهمني يعرف دوامه بالمكتب حتى أشوفه عن قريب. لك ما عنده دوام، مرة بيوصل بكير مرة بيتأخر، ما بينعرف له. لازم أنت تروح مع الزملون تنطر وتراقب حتى تشوفه. زعلان وبضلوا رايحين جايين على المكتب، بخاف حدا يعرفني منهم حتى لو كنت مغير شكلي. إذا بدك تشوفه بس فيك تشوفه. هو صحيح ما عنده دوام، بس كل يوم على الساعة 5 لازم يجي ياخد سيارته من الموقف. أي موقف؟ الموقف اللي تحت البناية. الساعة هلأ 5:30، بيكون أخد سيارته وفل. بكرة وعليكم خير، رح كون بالموقف قبل الساعة 5. أكيد عندك شيء تقلي. وعدتك تشوف غريمك وجاي أوفي بوعدي. شفته؟ تعرفت عليه؟ بكرة رح نتعرف عليه سوا، نشوفه ونبقى هاديين ورايقين حتى نحفر له الجورة اللي لازم يوقع فيها. ما عندي الصبر أنطر لبكرة، بدي أعرف مين قرر ينهي لي حياتي. غريب إنك ما بتعرف بعد مين بده يقتلك. صدقني ما بعرف. بكرة الساعة 5 بعد الظهر راح تشوفه وتتعرف عليه، يمكن تطلع بتعرفه. مين؟ أنا دانيا، ممكن تفتح لي الباب شوي؟ اللي عم تعمله كتير منيح، سكرت الباب وسكرت الشباك. هيك برتاح أكتر وقت اللي بنام. أنت بترتاح وأنا برتاح. جاد؟ نعم. حاسة كأنك عم تكرهني. بكره الأسرار اللي مخبيتيها علي. ناوية خبرك بس خايفة خبرك. يمكن بكرة أنا خبرك. تخبرني عن شو؟ عن شخص يمكن يكون لك علاقة فيه.
علاقتي معك انت بس جد. كريم انت جوزي وحبيبي، كريم منه اكتر من صديق. بكره منعرف. الكلام اللي عم بسمعه منك غريب شوي. بكره يمكن يكون اغرب. عم نام لوحدي وعم حس بالغربة، ممكن ترجع لعندي؟ يمكن تبقى هيك عطول. حكيك كتير عم بخوفني جاد. بعتقد أنا خايف أكتر. تصبحي أخير. تصبحي أخير تانية. بدي نام. ألو مدام، أنا المتر غسان. إيه غسان، شو بتريد؟ سيد جاد ما وصل لعنا بعد. بس يخلص من كل المطاعم أكيد رح يروح لعندك. مدام كل المطاعم عم تسأل عنه، الساعة صارت 5 بعد الظهر وما حدا شافه. أكيد؟ أكيد مدام. وين راح؟ وين معقول يكون؟ شو يعني اختفى؟ وين بده يكون؟ مفروض يكون عم يبرم على المطاعم بس ما حدا شافه. يمكن عنده موعد. ما بيروح محل قبل ما يزور كل المطاعم. اتصلي فيه. خطه مسكر. أنا خايفة كريم، خايفة إنه اليوم يكون من أتعس أيام حياتي. تفائلي بالخير. تفائلي بالخير. حسب ما سعدون خبرني تأخر عن وقته ربع ساعة. في بالعادة يتأخر؟ مش أكتر من 5 دقايق. أقولك رح نشوفه اليوم؟ أكيد، سيارته موجودة هون. موسيقى
جد؟ أنت مين؟ فعلاً ما في اثنين بيشبه بعض مثل ما بتشبهني وبشبهك. كأني واقف قدام المراية. أنت مين؟ شو اسمك؟ ليه بتشبهني؟ لسوء حظي بشبهك. ليه بتشبهني هالقد؟ أعطيني تفسير، اشرح لي. كأنا أنا وياك، كأنا توم. ليه رجعت من كندا؟ عشو عم بتفتش؟ بشو طمعان؟ أنا أصلي من هون، هيدا أول مرة بزور لبنان. عجبني وبقيت شايفك وماني مصدق عيوني. أنت نسخة طبق الأصل عني. أنا كمان هيدا أول مرة بشوفك شخصي. هالصدفة بيني وبينك خير من ألف ميعاد.